شكي أويك لدرس رابردوها ومن هو يحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون، لأنه بيان ليقولوا أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زينة فاعلت، يعني باب مفاعلة باسي أما نفك لبرشي باب مفاعلة هاتوا أم جاء أو قسمانا بكردو دواي أو أوتمان أما من بوتا إذا كان قراءتي أو كسيك يخدعوني خوان دوتاوا أم جارة أي دي باشا أي ما يخدعونك ما يخادعونك شي بيكين ألي وما يخادعون إلا أنفسهم قراءة نافعين باشا أو قراءة نافعة واي خوان دوتاوا وابن كثيرين وابن كثيرين بلي أشي وابن كثيرين وأبي عمرين قراءة أوانية يعني وما يخادعون إلا أنفسهم لأخويا النبي في الله كسي ترناك. والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم، دائري خداعك راجعة ولا أوان خب أقل وايدان هرشن إيمان باسي أو ما نكر كأم خداعا للا يعني خداو في غنبرة ودرودي خوي لسربيه خداعك خوي لواقعة الذي حازي معناه وبتايبتي بو خداي پروردگار نا گنجي خداع اغنيه اما بفرضي او برين بمعنى مجازي يعني بل يقدانوي كنائي كباسمان كردوا يعني هنديك هوسو كوتي خواي پروردگار لقل اوانا وهوسو كوتي پیغمبر لقل اوانا جبدي خواي لسربي اگر اوان مجازا بخداع حساب كين ايسا مخادعية صورتي قرتها باشا بغين أن فيالي لو كردوا أو فيالي لو كردوا لم فيال كردنا كي زرري كردوا باشا أوي كزرري كردوا أوان وما يخادعون إلا أنفسهم أقل لأساسات فكري لقل كسا من الملانية ناكا لقل لفيال كردنا إلا لقل خويا أنا نبي خو أقل معناه ثلاثية مجردة كشي لي بقرين فيال كذ ناكا لخويا النبي معنى كي أوي أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم شاكا يعني أو معنى كي أما يكا بازني في وكا يعني بازني تقريبا كيبر كي في وبازيكا شاكا في وكيت أمانة أقررت بولا إخويا وزرر زيان أو خداع في وبازية يحيق بهم حاضر يا زرر دائرك ضرر هاني زرري دائري خداعك يحيق بهم توشي خويا نبي حاق يحيقوها معنا لقد عادك علي ولا يحيق المكر السيء إلا ولا يحيق إلا بأهله أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم شاكا يا منزول أو يا لوايا كأوان آلو موردا في أليا لخويا كردوا بخنوة لماذا؟ لما غروها بذلك وخدعتهم أنفسهم حدثتهم بالأماني الفارغة جاكا وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خافيتون بغي كواتا بغي خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك لبرا وكأوان دو مخادعة نفسي خوان فريو دعوة نفسي خوان فريو دعوة كأنما يما وقف فريو داي نفسي خوان وعلى عالم كارم أنا أي كين بو قازان جي خوان ولا ديار الزلر يانتيا كردوا أو أنهم في ذلك أو أقل لسر بابر أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم أنفسهم لولا شو نفسك أوان فيري فيال يعني لم كردوا شو نقدر يخادعون خلنا دو جانب يد يعني أما الفيال يعني لسد لنفسي خويا عن كردوا شو كان نفسي خويا عن فريو داوا أبوا بو خداعة أم جالوا خدعتهم أنفسهم نفسي فيال لو عن كردوا حيث حدثتهم بالأماني الفارغة شاكا شو ك أو نفس قسيل قال أو عن كردوا بأرزو له بيسود أو فارغة يعني كخالدة فائدة بيكم وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خافية وأواني وادار كردوا كمخادعة بكن لقل قصيك كهشتك لنهانينية
چون تو آبی فیلا گفیلاش که فیلا کسی کی که او کس پیان ذهنی وقتی او کسی که تو فیلا کی لگو که اول لهمش تک آجایا کوتا اما نفسی توی توی وادار کرد و کوتا نفسی لیار کرد یک رو نکرد آو حال ببرم اما او وقرأ الباقون وما يخدعون اما قرأي غيري او سيانا كباسمان كل ما يخدعونه كل دوته وما هنا وما يتخدعون بتيور يعني هي بتفعل لا بتفعل به وين سي فلما قال اما ما يخدعونه يا ميك يعني جاي جاي بقى الخير زين فوق ما يخدعون به في شيء هيك او لا لا يخدعونه مثلا او شيء اوان يعني مثلا كي نافع ابن كثير ابي عمرو أخواني فيخادعون وما يخادعون إلا يخادعون إلا أنفسهم أما غير أوان لقاري كانيتير وتيانا وما يخدعون إلا أنفسهم يعني ما يخدعون أخواني وتر خدع يخدعون لبابي منع يمنعون به جابا أخواني نجالي ودوائي وما يخدعون أخواني أن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين شنك مخادعة لبين دو كسان بي قابل تصورني لبابي بويا كان يخدعون الناس من دون توا باشا لأن المخادعة جاء ويا لا تتصور إلا بين الثنين لما كان نفس القراءة ثابتة بالتواتر وجب أن يحمل هذا التعليل على كونه بيانا لوجه اختيارهم هذه القراءة وشيء أمانا القراءة هنا وترجيح بدنة القراءة دوما أيضا لاستقل المتواتر ويرد على هذه القراءة أيضا أن المخادعة كما أنه لا تتصور إلا بين اثنين كذلك تقتضي شخصا مغايرا للمخادع حتى يقصد إصابة ويندفع المصير إلى التجريد لكن من جانب واحد كواتت ما شاك أمن يلدى هل ويا أوي شو المخادعة لبين دو شخص هل يخدعوني أو جانا أوي وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون الخلد وتولي أن المخادعة لا تتصور بين اثنين أو يعني زل لك أو يشنكم أجر مخادعة المخادعة من حيث الوضع بعد مفعلة ضم مشاركة أو يعني أبي لبين دوانا هذه دي خو أجر لبين دواني شعبية ترى فكيت اليوم خداي تعالى يا فخداش بفر الله يكرز النابي كوات النابي مخادعة بكاريري بابا وقرئ ويخدعون باشا أو يخدعون يا يعني من خدعة أبي من خ نعم أما أذاني شو خدعة يخدعون أذاني شو باري تفاعلها هن كلها افتعال افتعال لأن ذكره هاي ثانية خدعة وكو عاري عاري خدعة ديتا اختدعة تيا كب كبدان يخدعة خدعة دي يخدعة بيتا خدعة دي أمجال يخدعوا حاضر لك كواتا الشيء هل تنعى ربكي وبوهن دايتي با الله ما دايتي أموال اشتباهي أبي يخدعون شواني نوا وقرئ ويخدعون من خدعاء باشا ديكم مثلا قال لبالك تفعيل بيت شو شكالكي ها لبالك تفعيل بيت شو شكالكي مثلا والله أخو أم بني تفعيل شي مسيو بو مبالغة يعني زول في الله كان بو تكسير بي أم جارا ويخدعون خوين لياتو بفتح الياء والخاء يخد وكسر الدال المشددة أعمية كواتا يخدعون كواتا أو خوين لياتو يخدعون خوين لياتو أو أم جالا ويخدعون خوين لياتو يخدعونك هل لو خدع بك وتغير دراوي بابي افتحال بي باشا بمعنى يخدعون بمعنى يخدعون بي دي أم جارا ويخدعون ويخادعونش على البناء للمجهول خنياتو حربي وما يخدعون إلا أنفسهم يعني أختي الشيء ونسب أنفسهم ونسب أنفسهم أم جارا شيء بنزع الخافضي يعني أو بنزع خاف المنصوب به كواتا وما يخدعون مثلا وكبري إلا في أنفسهم إلا يعني في أولياء لناكر إلا لا نفس خيانا نبي ويخدعون ويخادعون على البناء المفعول يعني لهذه القراءة كذا يقول وعلى هذا يكون انتصاب أنفسهم بنزل خافض على طريقة واختار موسى قومه أي من قومه
يقال خدعت زيدا نفسه أي عن نفسه يعني اللي هو أو عن المخدر به كواتق قراءة كان يكم يخادعون دوهم يخدعون سهم يخدعون شوارم يخدعون باشا تينجم يخدعون ششم يخادعون شش قراءتي كيها يا أول اسم توجبين يخدعون هذا مجهول ثلاثي مجرد واحد عريته مجهول ثلاثي مجرد أو يخادعون مثلا باشي مثلا يخدعون هذا انت باشا وين هات وين اخو شاكر باشا اخو هنا بس ثلاثي مزيد مجرد لا لا قصه كما لسر هاتني او لا قصه ما لسر اولي ما سيش قال لي اقل وما يخدعون الا انفسهم ما اوش ما توجيه كل والله ولا ونهات وانا شويه هات إيه مش دراك بعاني قراءتكين أو يواخوين يا ريتو تمشاكم إيه مش دراك لسددي أو عنين بدعاني شيء درست أو شيء درزنيه لسددي أو يواخوين يا ريتو بعاني كين هوا حاولوا لا ذي بوجرا مثلا أو كلمة يخدعونا يا يخادعونا بوشر شيء واخوين يا ريت يخدعونا يخدعونا يخدعوا يخادعونا يخادعونا وشو عارف ويلي هلا ثلاثي مجرد باي مفاعلة لباب تفعيلش يخدعونا بمعلومي خوين يا ريتو لباب افتعالي يخدعون باب افتعال بمعلوم إخواني هاتو بنرد خافر هاتو والنفس نفس شيئا تعرف معنى نفس بوانا كرم الله نفس ذات الشيء وحقيقته ذاتي أو شيء حقيقتي أو شيئا ثم قيل للروح فاشان أقل لأصلي والعاب ذاتي شيء وحقيقتك يتي امر بكار هي نراوى بروحش كواتنيا اويك اما علين نفس يعني خوي فانا فرانكاس خوي وكاريك خدي تقريبا خدي ثم قيل للروح باشان بويان بكار بروح بكار بو لان نفس الحي به حالبي شنك معمولا نفسي حيك اقر كسيك داري حياة بي وبلين اما نفسي هي وانا بروحك يعني ذاتي شيئك ذاتي او شيء حي بروحك وهي واتا اقر روحك نبيه ما جاء او شيء وتاني للقلبي وتا امر للروح وللقلبي بقلبي شوي يعني بالنفس بقلبي شوتري لانه محل الروح حارب لان بل وياك قلبك محل الروح بويك انا اللي ورا امام اجملي ان النفس الحي به ما سيه به كبو الروح شيتو روحي يموت معنا مؤنثي مجازية ونيا تقبل نفسك شي برينو نفس مؤنثي مجازية أشياء واب وايا بابا بيوتايا شي لأن النفس نفس الروحي لأن نفس الروحي به به بجي بيك بيوتايا بها بوايا نفس الحي حي نفس الحي به باشا بابا وهو النفس الناطقة أون أم جالات سواء كان جسمانيا يقول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي والمتبادل من هذه العبارة أن يكون اللفظ النفس حقا في الذات مجازا في معدى فيكون قوله لأن النفس الحي به بيان العلاقة بينهما وبين ذات الشيء نقل أولا من ذات الشيء وأطلق على الروح ويا نقل أولا من ذات الشيء وأطلق على الروح سواء كان روحا حيوانيا وهو البخار اللطيف أو إنسانيا وهو النفس الناطقة بناء على أن الروح بأي معنى كانت سبب لقوام النفس كواتواه هل وين لأن نفس الحي به نفسي حي بالروحك يعني لابا مذكر حسابي في الدواء حال دولة وللقلب باشا وقلب يقول لي أنه محل الروح أو متعلقه يا محل الروح يا متعلق الروح يعني الروح تيواندي قلبها يا باعث روحك لنا قلبي شعنوي دي ام جاربي خو ولي الدمي يعني نفس بو معناه خوينيش بكال براوة هذا فتح القلب اخواني الله لا دم لها لا نفس لها سائلة متواجبي نفس يعني خوين اها بشن يكا بخويني جن كالكاتك عمنا على بي خويني هي قبل النفاس بشن يكيش كا منالي ببي الاخواني من على بي بيجن نفساء يا نفسا او كان نفسا كي باشترا اخر يما نفسا خوي لاوزاني جمع فعلاء بلان بعد كلمه بالوزني فعلاء هاتوا مفردشه
وكو نفساء وكو عشراء عشراء يلا وإذا العشار عطلت جاء عشار جمعي عشراء يا بمعنى ايش اشار؟ يعني واشتريها يا كدما الى حامل جكان جزيه وللدم بدم جل لان قوامها به شو قوامي نفس يعني الراوستاني نفسه ما نبخوي نبي خوي نبي ناسي وللماء باوجر النفس بو لفرط حاجتها اليه شو النفس زور احتياجي با او هيا حالبي وللراي بالراي جل النفس في قولهم فلان يؤامر نفسه يعني يؤامر رايه فعشان الرأي كي خوي أو الرأي كهياتي معامري لسرأكا يعني بيري ليكاتو مشورتي لسرأكا لقى الخلقي ترى وانيا أو كواتا ليواء هرچن يما مساء سيؤامر نفسه أو معنا كينو أرين لقى نفسي خويا مشورتك و... ولي أقل ليرة دا بمعنى الرأي كبير يؤامر لقى غير خويا نفسك أخنا مياني بالرسية كواتا النفس معنى حقيقي كي ذات الشيء أما معنى مجازي زورة يكي بنا روحة يو بنا قلبة بارسية بمعنى الدم شوار بمعنى ماء بينج بنا الرأية حالبي بو لأنه ينبعث عنها بوية مثلا بالرأي إيج النفس شنك أو الرأية لنفسك وسر شعوة أقري يعني بنا غي أوا حالبي بلا وكويكا ذكري سبب ما نكبير منزل ما بيه مسبب داي بيخوين أوا أو يشبهه ذاتاً. أها. نعم. أو يشبه ذات ما يا أوى. ما ينيه من. إيه. بالغ. ذات ما تأمره رجلاً. ذات ما تأمره. وتشير عليه. وتشير عليه باشا. يا مثلاً أو رأيا. بشبه بذات مايكو شبيه بذات مايكو هيا كتأمره تو أمري بيبكي وتشير عليه وإشارين الرامجي لقلكي يعني ما ثم شورتي لقلكي والمراد بالأنفس لآيتك داها هنا ذواتهم يعني معنى أصويكيتي حالبي ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهمش يعني أكري ليردا مثلا أنفس منظور بأنفس أرواحك يعني واتا اوان فيل الروح خوانك يا فيل الراي نظرات خوانك يا نظرات يا اوانيه باشا داي وما يشعرون اما لعين حركه اوان هيا شعور يعني بويك ايكن يعني شي اي ولا يحسون بذلك يعني احساسي اواناك يحسون احساسي ناك حاضر ولا أوانيا حس يحسوا بما لا يقتلوا زور سيدا ولا هم عن ذا سوري كما آل عمران هيا ولا تحسون في شيء آوا هيا بس يجب منا كشتنوا أمانا اللواء بكاربري برام ليرة دا أما الشعور بإحساسه وما يشعرون وما يشعرون يعني لا يحسون بذلك هستي كناكا لتمادي غفلتهم شن غفلتك يا يعني زؤر دورو درياجة أو غفلتك هاي عنا باشا أم جعل اللحوق جعل اللحوق وبال الخداع والرجوع ضربه إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مأوف الحواس مأوف الحواس أليني اللي راك الشعوري بكار بردوا آخر أليشي عليه لا يحسون بذلك عليه أأوانا إحساسي أأواناكا كبالي أمام مخادعية لقل خويعنا إحساسي أواناكا جالي لا أمجال عليه جاباش أمك خوأوك وبالي خداعك خويعن أقريتو يا زرري مخادعك بو خويعن أقريتو خوأوشتيكي محسوس نيتا شعوري بو بكار بري شتيك يواني آخر شعور يعني دركي محسوسة يعني مثلا قلتوا مثلا بيكي لحواسي خمسة شتيك دركي على الشعوري كيف هيعكر دور وايا كواتا الشعور هو محسوساتا دخوة أولي وايا محسوس نيا طبعا وما يشعرون كواتا مشاكا شعور يعني
يعني إحساسي أو مخادعة ناكل ديخو أو مخادعة محسوس نيتا شعاري بابا تا إحساس كده شعاري بابا كامل أمي ليوا أو جملة تواني أقل واحد حسابيتي الله كاكا لي تمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع والرجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على ما في الحواس الله لا برويك غفلتي دور دريجان هيا خواهي تعالى هاتوا في ونوساني وبالي خداعك يعني جناح خداعك باشا وهروها قران ويزرري خداعك بولا اوان لظهور يعني او نظاهر او ناشكرايا قراني وكشي اني او لحقي وكشي جرا كالمحسوسي وق محسوسي دانا شو محسوسي الذي لا يخفى الا على ما في الحواس او محسوسي كخفي نابي لسر هيج كسيه ما قال لسر او كسي كحواس مشكلي بآفة زدبي ما أوف يعني آفة زدة يعني أجر كسي ما أوف الحواس بي أوانا درقناك وكو كسي كوير بي مبصرات درقناك والشعور الإحساس ومعلوم إيش الشعور منا إحساسة إحساس يعني دركي محسوس كواتا الشعور بو أو بك على بريه بو دركي محسوساته دي ومشاعر الإنساني وقتي كباسي مشاعر في مشاعر ده حواسه كواتا وأصله شاكا الشعر ومنه الشعار او هستي هست شعار يعني درشم مثلا حالي اشتيك بيبا درشم لسا اشتيك يعني شعار ما يشعر به هي اويك درشم شعاره واشتيك بيدر اخلي مثلا كابرا يكدي هنا جملة يكي كردوا بشعار يا فرشم يكي هلا ادا او فرشم مثلا شعاري او شتك بلاوك او مبستي او نشان ادا يتر اويك او مبستي او رايق يعني بو أما أو جادوا أو باسي أما أنا أكادوا بارا أفرمي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لدليانا نخوشين هيا هر لأصلا لدلكا نخوشين تيايا جاب بمريقش كأوان قرتو يانا تبر باشا كالريقي مخادع يو خوسازاندنا شاكا فزادهم الله مرضا خواي قورا نخوشيني بو زيادة كردون يعني نخوشيني بو كوكي سر يكردون اما او نخوشيني كبويانا نخوشيني تري بيا اضافة بوا يا انك نخوشيني تري بيا اضافة بوا او نخوشينا قورا بوا توليا يعني إساء المرض حقيقة بالي يا المرض حقيقة فيما يعرض للبدن مرض لمعنى اللغة حقيقة بو أو شتيك لسر بدن بيداء به لناو بدن ديت دي بيداء به فيخرجه عن الاعتدال الخاص به جاكني عارض بو ناو بدنو بدن كدر اهيني لو اعتدالي كتايبت به جاكا يعني مثلا اعتدالي تايبت بإنسانك اويا خويند لأن نازيكي معينة به سوداء كأبة الرشاو لأن نازيكي معينة به بلغم لأن نازيكي معينة به بالي صفراء أو زرداوكا لأن نازيكي معينة به لأن نازي دياري كلاوة لو زياتر به بالي يتر إنسان نخوش به لإعتدال درجة باشا لإعتدال درجة لو كم تريج به لإعتدال درعش او النازة معينة كخوابوي دياري كردو كأساش تشخيصي او دراوة مثلا تو شارخوين چند درجة بي لحال عادي يعني صفرات چنية بي صوداو چنية بي بلغمو چنية بي كمثال فكاني او بلغما اگر بس تجيب رتوبة يبوسد هيا جاري واهيا مثلا انسان توشي رتوبة ابي كديارة جورة نخوشية كالإنسان فيا ابي او عفونته او جورشتانا لبدنا فيا بجاري واتوش يبوسد به باشا بيس انسان وش كبتو لخوة دروها لها اقشتي قامك ودسو اوانا توشي قبضي ابي كاوش خوي برهمي يبوسته حالبي اوانا يعني خارجوني بدن لاعتدالة جاوي بلا واشتيق عارز ابيته سر بدن او اشتك عارضي ناو بدن بو بدن لاعتدالي كتاي بدبو بدنيا خارجي اكا ويوجب الخلل في افعاله
لكردوكان يعني لكردوكان بدنا ناريتي ببارهيني جاء أوشتا كلناو بدنايو بدن لاعتدال لميان الروي لاعتدالي تايبد بخوي يعني لما مناوندي تايبد بخوي شاكا دري أبارينيو وكيشو كموكوري لكردوكان يا دروسكا أوشتا بيال المرض مرض على حقيقته أما حقيقتك حالبي أما مجازا بوشية البكاء ومجازا ومجازا في الأعراض النفسانية يعني المرض مجازا بل مجازا لأرز النفسانية كان مقولاتي عشر من خلندوة يكيق لأرز كان كيف كيف شخوي شوار خسمي هي يكيق كان كيف نفسانية كأجن أعراض النفسانية يعني أو أنك كيفية نفسا شعر في الأعراض النفسانية التي في المجاز بالأعراض النفسانية أو أعراض نفسانية كتخل بكمالها كزرر لكمال نفس أدا متوجبين يعني نفسانية أو هي بكمالها إشارة بو أعراض نفسانية أو أعراض نفسانية شاكا أو أعراض هيا هي بكمالها بو نفسك وشيته يعني مثلا نفس أجر كامل بو كومل أعراض نفسانيا أو أعراض نفسانيانا زر لو كمال أدن يعني جاران مثلا مرض دمنا حقيقي خويا بدني لاعتدال خارج أكرد ولا إسكاني لاعتدال خارج خللي ببدن وبأفعالي بدن وارد أكرد أما إسكاني مجازا بكاري أبين باشا بو كومل وصفه كمالي نفسك بكاري أبين بو وصفه كأو وصف الزرري هي بو شي زرري هي بو كومال وصفه ككمالي نفسك بو كومال وصفه هاي سبت واجبين زرري كمال ده في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي وقوانا جهل كمعلومة سوء عقيدة يعني عقيدة خلافي حسد يعني حسودي بردن ضغينة رقوت خين حب معاصي خوجويستني قناح أمانا صفة أعراض النفسانين كزرر ينبو كمال هيا جعل في قلوبهم مرضون باشا يعني لناو نفسي أوانا لناو درون ناخي أوانا مرض هيا يعني أو كومال أعرازها يا يعني أو كومال مثلا خورة وشتنا فسندها يا كزرر لكمال نفسك أدن داي لأنها مانعة من نيل الفضائل شنك أوانا أبن بمانع لدز رسي بيا كردن بفضائل أو مؤدية إلى زوال حياة الحقيقية الأبدية يا سرعك يا شن ولا أواك إنسان حياتي حقيقي أبدي لدى الزرشي كحياتي حقيقي حياتي دواي مرقة أبدية كبرانة بسلانة والآية الكريمة تحتملهما آية كريمة بعض احتمال هردو كياني هيا يعني أكريبلين أما في قلوبهم مرضون مرضك كناية بي لو وصفاني كمانع لنيل فضائل يا لو وصفاني كمؤدين ولايد لدزدرشوني حياتي حقيقية أبدية حاولوا لا وششن فإن قلوبهم كانت متألمة شنك دلاكاني أو شايد تحتملهما يعني أكريب مرز منزور من مرز مجازي بيا حقيقي بيا نبهو أعودوا على متواجب يا رمشي بو حقيقة جبه يعني نيالا في قلوبهم مرضون شايد واقعا هر بدن يعني نخوش بي هر نخوشي بيو مرزك هر أوبي أويك ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويجيب الخلل في أفعاله وأكربه مجازي كشبه شو أكربه هاتو كربه ألسن فإن قلوبهم قلوبهم لما كانت متألمة لكاتك كبئيش آزارا بوشي بئيش آزارا تحرقا على ما فات منهم من الرياسة لبروا تحرق يعني السوزين سوزشي قلب يعني هيا لسر أويك لدسي أندرشو للرياسة قوري وحسدا على ما يرون
من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبويا كان متعلم لبر حسادات لسر أويك أيبين لويك أمري في غنبر جوجي خالة به ثباتي هيا واستعلاء شأنه ولبر أواك شأني في غنبر برزوب ويوما فيوما يعني روش بروش برسر أبيتوا حال الله أمجر وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وديار أو بوا برد وأنا خوشن أم جال أخوي فرود قال أو خم خفتي بوا زيار كردن بويك زيار أكا لشيا رشت فيا أكا وبروا سيني لبرزو كردن وي أمري في غنبرة درودي خوي لسربي حاولوا لا داي بخنا وإشادة ذكره ولو ذاك ذكري محكم أكره يعني بجواني أكره أوني ولو كنتم في بروج المشيدة في بروج المشيدة أو مشيدة من رازا وجاء إشادة بابي إفعال كيتي مشيدة لأسنا زي أمجال ونفوسهم يعني فإن نفوسهم كانت مأوفة بالكفر وسوء الاعتقاد لو لا يشو موصوفة مأوفة نعم موصوفنا مأوف يعني آفة زدا هو موصوف شرم هلا بيها إشادة بكفر بسوء اعتقاد بمعادات نبي يجوز مناهتي لك في غمان فصلما ونحي أواني جدي فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع خواهي قولي أواني بطبع بوي كم ختم الله على قلوبهم بطبع زيادة أو بزيادة تكاليف يا بواني كتكليف زيادة كتكليف شرعي زيادة وظيفيك الشرعي تاع السبوة إسا وظيفيك تريبي إزافة به جراء وان شو المنافق الإيمانية هنا كانية بواني عادة تقريم لو يكتاع السبوة أنجامي بن بلا مية تكليفية تربية تبرو أمانا أمشي ماشي في إزافة حربي أمجا وتكرير وحي بوا تقليد إزافة وحي تكرار بيته دي وطلاع في النصر ونصر يقلدوا يقدين هذو هم أمانة دا كان زيادة أما توابوا وكان إسناد زيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من فعله وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى فزادتهم رجسا لكونها سببا أغي أم زادين جاري وهي النسبة لبو الله تعالى مثلا هنا فزادهم الله مرضا هنا لا هنا لا آيات ما بيه أو إذا تليد عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني جاري وهي فاعلي زاد بو بآياته جاري وهي بو بخوة شاكا أما لا شو روان قيك وعليه إسنادي زيادة بولاي ذاتي باري تعالى لو روان قيك إنه أم باوين أم زيادة أم برو سندنا مسببة لفعل إخواه أو إسنادة أبي أو إسنادة بشيء زيادة كبوايا أنا أبو إسنادة كبوايا ولا اللي واشا أوين نسي وان متعلق بزيادة تكاليفي وبعض فلمك بزيادة تكاليفي نعم وش دي أمجالة وكان إسناد زيادة إلى الله تعالى من حيث إنه باغي خب لي بقى على نا على تكليف زيادة قوانيا على إذا تكليف يزور كردوا جاء مجارة بل أو يعني بالطبع أو بزيادة التكاليف وتكرير الوحي وتلاعف النصر وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من فعله وإسناد زيادة ولا إخوائي فالوز قال كان لدى دراوة شاكا فزادهم الله مر الله وجواب عما يرد عليه من أن قوله تعالى فزادهم الله مرضا يستبعي مرضا مجازيا أكره مرض مجازي زائدا على ما كان في قلوبه زال لويك لدريا نابوة بحيث يكون ذلك زائد من جنس المزيد عليه إلى جنس أوبه دي وملائما له لأن الزائد على كل شيء لا بد أن يكون كذلك ويستبعي أيضا أن تكون زيادته مستندة إليه تعالى وكل واحد من الأمرين ظاهر على تقدير أن يفسر ذلك بأن يقال فزاد الله ما في قلوبهم من الكفر والحسد لظهور دين الله ونصرة رسوله ونحوه ما من الأمراض بضل المجازية كواتل إلى هل أوي إسنادي زيادة كأدريب ولا إخوة فرود قال لو حشيت وياك أو زيادة أشياء أو نبوة أو زيادة إنه إنها بوايا أو مسببة من فعله يعني زيادة ولي أكريه منزول بإنه وكبر همي زيادة كبير يعني مر لك آخر أوي كوا إسناد الرياب ولا إخوة تعالى شيئا زيادبوني مر لك
كواتر زياد بوني مرلا كبو شين نسبت ريابة الله تعالى حالو ده أوه فس قسمان لنسبت داني خودي زيادة نية زياد بوني مرلا كبو يكاني نسبت ريابة الله خواهي فالوردقار شاكا شن مسببة لفعلي أو أوه يعني بالي خوا مثلا طبعي هاورده بسر دل يعني شاكا دي أمجار وقتك طبعك هناوا كواتا مرزك بو أواني إزافة بوه جامعوتي متعلقة بقول بزيادة تكاليفي عليه مثلا خداي تعالى تكليفي لسر زياد كردون دي تكليفي لسر زياد كردون هاتوا إسنادي زيادة كي داوا ولا خواي تعالى شنك أو مرزا أبيت برهمي فعلي خواي فالوزقال وإسنادها إلى السورة في قولي الله فزادتهم رجسا رجسا كان بجي بيجي مرض رجسي وتلا باشا لبرش يعني كونها سببا لبر أويك أو سورة أبي بسبب زيادونك أي فعلك الأصا فعلي خلايا ليوا إسناد ولا السبب ليردا إسنادك حقيقية متواجبين؟ أها بعض كواتا بلا بلا أما مشتكي تلي ودي لا حزك ما هو بلين أبي نية أما ك بغير قولي خواي تعالى كوتي فزادهم الله مرضا استدعاء أواك كأم رزا استدعاء أواك مرزة مجازي ببي كزائد بي لسر أو مرزي كالدركان يعني أبوه نية مثلا مرزة قلنا ودركان يعني دي مرزة تلي بي إزافة بي بجوري كيواك أو زائدة لجنس مزيد عليه كبي أو كدي وملائما له مناسب أو بي لأن الزائد على كل شيء لا بد أن يكون كذلك أشياء دروز وكو أوابي ديت ما شاكا أقر إيما للا وشوتي أويك لدويا نابوا مثلا شي ونفسهم كانت مؤوفة بالكفر كواتم رزي كفر لدويا نايا دي سوء اعتقاد لدويا نايا معاداتي نبي لدويا نايا وايا أمر بين شي إزافة كري تكليفك إزافة أكري وأمانا لجنس مزيد عليه كمية حالبي هاو ورنا اعتراض ذكرنا سنوى بي أليم لحسب يكون ذلك مجلس مزيد عليه وملائما له لأن الزائد على كل شيء لا بد أن يكون كذلك ويستدعي أيضا أن تكون زيادته مستندة إليه تعالى زياد بونك بلا خدابه وكل واحد من الأمرين ظاهر على تفسير أن يفسر ذلك بأن يقال فزاد الله ما في قلوبهم من الكفر والحسد يعني أو ينوضر يعني إذا قل ظهور دين الله ونصرة رسوله ونحو من الأمرار المجازية بالطبع لأن الطبع بمعنى إحداث الهيئة المانعة من قبول الإيمان والطاعة أو مرض قلبي لأن الطبع بمعنى إحداث أو مرضك قلبيا ملائم له لما في قلوبه من الأمرار المجازية وأن زيادته مسند إليه تعالى وأما إن فسر بقوله فزاد الله ذلك بزيادة تكاليفه وتكرير الوحي وتضعيف النصري فلا يظهر إلا من الأول يا والله بولي أن زيادة التكاليف وإن كانت أفعالا مستندة إليه تعالى إلا أنها ليست من جنس الأمراض المجازية لجنس مرض مجازي كانية فضلا عن أن تكون من جنس المزيد عليه تجاء وكل جنس مزيد عليه كبه أو ملائمة له بالي تاب الشيوية كيواك زيادة كي بزيادة لسر ضريان حساو كريه أما جوابك شون بينهو جوابك أوي علين أو كسي كمرز ككذي كربو لقول إخوة تعالى دا كفزادهم الله مر لنا كزيادة أكاب زيادة تكاليف منزوري أوانيا كأم أمران أمراضي مجازينو زائد لسر أوي كالضريان أبوه حتى أوي بيبلي بليكاته ومن ليست من قبيل الأمراض المجازية لقبيل مرض مجازينية شجعي أمك لا جنسي مزيد عليه كبه يا ملائمي أو بلك منزولي أو قلوبي أوان مريزة بكفر سوء اعتقاد نحي أوان فزاد الله ذلك أخوة أو نخوشي زيار كردوها بسبب أوك تكاليف زيار كردوها ووحي تكراره كردوها يعني زياد كردني تكليف وتكراري وحيو هروها تكراري النصر وفيغنبري درودي قائل سربيل كردوا بسبب قويبوني نخوشيكيان
يعني كلما زاد شيء من هذه الأمور زاد ما في قلوبهم من الكفر هرشن أمان زيادة كفر أوان زوسر أبي وسائر الأمراض سائر الأمراض المجازية إلا أن ما زاد في قلوبهم بسبب ازدياد التكاليف صفات اكتسبوها باختيارهم فهي مستندة إليه من هذا الوجه ولهذا يلامون عليها أعمل فيما شنو عبارة بجوان حبيبي زي ما تشمه بس باسي أو نكتياتها أو إشكالة إشكالة لسر أو إسنادة أجيريني على فزادهم الله مرضا باشا يعني خواهي فروردقار مرزيبو أوان زياد كر لواقع أبا إزدياد تكاليف يعني تكاليف أكا زياد هو كفركي أواني زياد كردوا مثلا حسدكي أواني زياد كردوا ديخو أو حسدو أو كفر أو فعلي أوانا باشا زياد بوني أواني شأوي كفي إزافة بهر فعلي أوانا إيتل بوشي إسناد راو ولا إخواي فروردقارو على خدا أو مرزي زياد كرد باشا لحالك أخوان مرزكان زياد كردوا ببينيني ازدياد تكليفك ايجاكاك ازديادك زياد بوني كفرك يا مرزك يعني مرز اضافيك مرز زائدك او هي بو اوبرلو مسبب لفعل اوانو مسبب لفعل اخواهو اخوا اگر تكليفي زياد نكردائي وحي تكرار نكردائي تو نصرتي بو پیغمبر تكرار نكردائي تو شاكا اوانيان بو اضافة نابو حالبي كواتا اشياء لردى باب مطاوعكي مثلا او ابوايا في قلوبهم مرض زي فزادهم الله مرضا باشا فازدادوا مرضا مثلا شيء او يعني نخوشي ان بي اضافه بو يعني زياد يعني كذا نخوش عشان فازدادوا مرضا يعني اگر واحد بيجيم زياده ك يعني قبول كردنا فذا بيجي في قبول عند بيتنا حالبي اما جارا اما كايجين خداش مرزه کی تری هنا خستی بسر او مرزیانه را لو اوکو اوابه بلی ام مرزی دو مرز زائده که فعلی خوابه نخی مرز زائده که شر فعلی خواه یعنی حالبی وگ مرز اصلیه که کفر اصلیه که که لگو یعنی هی خواه یعنی ام کفره که شدتی سندوه شدتی کفره که اوش دوباره هر فعلو کردوه خواه یعنی پس لواقع خواه یعنی که مرزیان با يعني كفر يان بكفر كان إضافة كردوا حسد يان بحسد كان إضافة كردوا ضغينا يان بضغينا كإضافة كردوا نكوا بتوجبي نق آية قرآن كهات وليرا نسبة دوا ولا إخوة تعالى لجي قيت ترى نسبة دوا ولا قرآن هاي تم توجبي كواسات مشاكة أو سؤال اللي واشا دي شاهد أو بيه كديار أوان لقلوب يانا مرضها يا خب نخشي خداي تعالى ليرا أشي معالجي مرض بيه نك إضافة كردن بمرزك حالي برا مثلا وكبلا هداية كردن أوانا يعني أوان خوان كهداية يعني قرق ناوي أوان خوان كبمرزك يعني لبلا أوانية خدا تكليفة إضافة كرد ماشا أوان سر الرأي أوي كبهين كيف يشو كافر ومبابشا كافر حالي كواتك وفرقان زورة بي وقت يرمية جالان حسادت يعني بفيا غنبر أبرد لسر أوا بيروزيكي بدا زيناوة إذا أجر سركوت نيكي تربى دز أهيانية بمش الحاسد متواجبين يعني حسد بحسد كان يعني إضافة هذه هاي سمو متواجب خلوه كواتا عليها أم بابا أم إسناد زيادة ولا إخوائي فرورد قال من حيث إنه لو حجدوك إنه أو مرز زائدك مسبب عن فعله مسبب لفعل إخوائي تعالىه يعني اگر خوي تعالى نصرتك في غمر نداء حسدك اواني زافة نالب مثلا تكليفك زورناك كفرك اواني زافة نالب اوه هاي سمت واجبوي؟ اما لولا للحاذي او كواته ايما امانا ذكري مسبب ما انكردوه يعني مسبب لفعلي في غمر بو معناه كسببي بيدايشي امانا باشا فعلي خوي فعل خواه تعالى كردوية خواه تعالى بويا كان زادك يعني سبب بيدايشي زيادك باشا أم زيادية كنسبة من داب ولا خواه تعالى لا أصلا أم زيادية فعل كافران خواهنا نك فعل خواه تعالى أما أم زيادة بولا كافران كان فيابوا فعلك خدا
كزيادة كرني تكاليفة كنصرتي محمد درودي خوالي سربي أو فعلاني خدا دي باعجي زيادة مرزة كبوة سبب هو مرض فاز إما ذكري مسبب ما انكردوه مرضو ما فيه سببك يعني أولا فزادهم فعل الله فزادوا هر خوياً خوياً فزادوا مرضا يعني أو مرزا يعني فزادوا أنفسهم مرضا فزادوا قلوبهم مرضا نعم في قلوبهم مرضا يعني أو نخوشي بايا ينهي بلا ما هاتون چي انكردوه بو نخوشيانك هيانا نخوشين يعني بو ضليان إذا فكر دوا أو معنى حقيقي يعني إسنادي حقيقي كي أويا خويا كفر كان بكفر كان إذا فكر دوا نخوى تعالى بكفر كان إذا فكر دوا أي باش بو زيادة كان يسبد له بلا خوى تعالى ماله حاضري لبل أوا كنك خوى تعالى هاتوا أوي كواسي فعلي خدايا لوا زيادة تكليفة باشا نصرتي في غنبرة نصرتي مجدد شاكا أو نصرة حسادة زيارة كابو أوان أما شي فيها وين أو زيارة تكليفة كفر زيارة كابو أوان كواتا زيارة أو يتباعيسي أوان يعني مثلا أما أخواني أخوة مثلا هاد تكليفة كي زيارة كربة تكليفة كيشو كان باشا أوانيش كفر كان بقوة أكن باش شدد يعني بكفر كان إزافة أكن متواجبين تأم بتكليف إزافة كان أوان بكفر إزافة كان تأم بالنصرة في غنبر إزافة كا أوان بحسد كان إزافة كا حال بدأ بس أوان كمرزيان زياد كردو أوان خوان مرزيان زياد كردو أنا خوي تعالى بلان بوشي مرز زيادة مرز نسبة دراب ولا خوي تعالى كان مسبب لفعل خوان أو تانية شن كزياد كردنا كأوان مسبب يعني أجر خوا تكليف زيادنا كردائي نصرة محمد ندائي طلاع في نصرة نبوايا وأمانة للا ينفعه أو نابو حرضي فالذكر مسببة مرضو في سببك يا لشوين كتلاع وآيتك فزادتهم رجسن لحالة أولا فزادوا أنفسهم رجسن أويش باشا ولا نسكنا دائي ولا أشن آيتك أمرا آيتك أبيت السبب ذكري سبب ما نكردوها باشا مرضو ما فيه مسببك يا يعني آيتك سببي زياد بوني رجسك يا يعني أجر آيتك نبوائي رجسي أوان إضافة ندبو فاز آيتك سببا حالبنا هل وقل لنا اللي هو فعل خدا سبب بو آوة فعل خدا سبب بو بو أويك مرزك أوان إضافة به إما هاتين بجيغي أويك فعلك خدي فعلك خدا ذكر كين فعلك أوان من ذكر كين فتنة دولة أخوة تعالى آه حالو لا ليريشا أوان فزادتهم رجسا إلى رجسهم فما بعد آياتك أويا يعني أوان رجسيا ب يعني أو آياتك أخوين ديانو شكر آياتك فزادتهم الآيات آياتك زيادة كر رجسا دي إلى رجسي يعني يا صورك مثلا رجسي إذا فكرت بو رجسيك قبل المبيان حالنا دي كواتك كي رجسك خو أوان خويا رجسك يعني إذا فكردوا نق آيتك بلان آيتك سبب يعني صورتك كدابزي دابزيني صورتك أبي بسبب بو أويك أوان أوبكن فزيلا دا ذكري سبب كلا ومنظور مسببة حالنا لو يتريشا ذكري مسبب كلا ومنظور فيها سببك يعني. نعم. ذكري سبب كلا ومنظور فيها مسببك. بالي. فعلك أوان كزيادة كيا مسببة لفعل إخوة. فذكري مسببة كمان كردوها حالورا أنا دي. فعل خدا كسببك يا أوان حذف كردوها. فعل خدا كزيادة تكليف أوانية أو من حذف كردوها. مسببي أو كزيادة كيا من آية ولا كاية ولا آية ولا أو ما نذكر كردوها إيه آية دوا مكة مثلا فزادتهم إيمانا فعلك أي أو ما حذف كردوها فلا مكة مسبب ما نحذف كردوها كزيادة كرني أوان يعني أوان دين رجسك إضافة أكن خويا رجسك أوان إضافة أكن يعني حقا نبوان فزادوا رجسا إلى رجسهم حارب لا يعني رجسان أشياء ولي أبوثان فزادتهم يعني آيتك رجسك إضافة كردوا يعني إسنادي زادة
كأشياء بدرايا بولاي مسبب دائما بولاي سببك أو حال مبلا أها دفوا أشياء عيتك إيش أخويا فرشي نعم عيتك خدانية دفوا عيتك وشون تواني آية زيادة نية خد آية تكنية سبب زيادة كردنا كيا مثلا سبب أويا كخويا زيادة كان يا خدا زيادة كابو يعني متوجبة أخرى وش يا مدى شون إذا تليد عليهم آياته زادتهم إيمانا بو إيمان داران يرجع ليوا هاتوا مثلا ليوا زيادة كا زيادة إيمان نسبة ريابة لا آية تكا لحالك أويا إيمانك زيادة كا كيا خويا إيمانك زيادة كا اما نسبة ريا ولا آياتك عشان كآياتك سبب زيادون إيمانك يعني متوجبوي ليريشا او اما من ظل الكافرة كان كرخيانا لنا ظلبوني آياتك بمحذي آية او كآياتك دا أبزي او بيسائية او خوشو خالو خرابي كدا دروني انا هيا بدا بزيني آياتك زور بي متوجبوي وقت اغنيه كبدا بزيني اياك او زور بو كوات اخويا ام زور يان كردوا ولا اياتك سببا بس ما دام اياتك سببا ام ايات رشسي بريش سكاني او ام اضافه كرد اه متوجبين فزيره دا ذكري سبب كراوا منظور فيها مسببا ولي ليرة دا اكريم مثلا دو جار مسبب ببي ليرة داني كانوا بلين فزادهم الله رشسا اما خدا او كاري كدنا آياتك دي امجر فزادهم الله لسان خوا بي بلين اسنادك بولاي كافركان واي نبولاي خواه تعالى لوشع وقت اتواني بلين وقوه ايكو يشو بلين ذكري مسبب كرا ومنظور فيها سبب اهو متوجبين نا اري ذكري مسبب كرا يعني شون كاركي خواه تعالى آلواء اسنادي زيادة كمان بولاي خواه تعالى دا ولا اصلا زيادة مرزك أها أخدوش ده دو زيادة هي إيش زيادة كرني تكليف شاكا إيش زيادة كرني مرز زيادة كرني تكليف دي أبي بسبب زيادة كرني مرز باشا إما بجي أبغى نخوا تكليف زيادة كربويا حاضرين وتما نخوا مرز زيادة كربويا بوشي شن بمحدي أو خوا تكليف زيادة كرني زيادة كرني تكليفك كفعلي خوايا أبيت السبب يزعموني مرضك. فتقول هنا ده شيء كذو زيادة. تقول زيادة مرضه نسبة دعوة ولا إخوة تعالى. حلو لا؟ كأمان. كمرض جاني شيء تكليفه. أو تاني جا تكليفه كذي كذي ذكر مرضك روما زوري في أوايا. ليه شادوش ما نيا؟ ليكوا أغلب فزادهم الله وتكليفه. أو تاني باشا. بيجي مرضك. بيجي غير مرضك. بو تكليفي بو إذا حفظك باري لحالك ولا شن بزياكني تكليفك مثلا أوان مرضك كان زيادة روي الله فزادهم الله مرضا حال بلا كواتا إسنادي زيادة مرضنا خدا مرض زيادة نكرده ولا اشتيكي زيادة كشتكا أبيت السبب مرض كواتا أما ذكري مسبب ما نكره مزلومة في سببه أما لذي آيتك دا باشا فزادتهم رجسا أو آيتك سببا شاكا جات ما شاكا ليروتي إلا من حيث إنه يعني مرزك مسبب باسي خواينك باسي مرزك مسبب من فعله فذل يرد ذكر مسبب من كذو مرزو من فيه سببا وتخدا فاعل سببك يا نفاعل مسببك عايزة متوجبين؟ حرصا لو أخوة فاعل يا مشيك برامي ما نوعي عبارتك يعني خدا فاعل زيادة مرزك نية بلكو خدا فاعل زياد بوني أو شتيك أبيت السبب وزياد بوني مرزك أما بل أم نمي تريانا فزادتهم رجسا باشا أم جارة أكراني رابم شوابي فزادتهم رجسا يعني فزادوا رجسا إلى فزادوا رجسا فزادوا أنفسهم رجسا يعني بو خويا رجس يعني إذا فكر إلى رجسهم بو رجسي كقبلا بو يعني إذا فهم كذبوا يا بهر حال يرد أبلين خدا رجسي بو زياد كردن أعوى يعني ليه رد أسمع شاكا إسنادك يبولا آياتك نبي فزادهم الله رجسا وايا إنجا أقر فزادهم الله رجسا بيجين أشيته وخو فزادهم الله مر الله نيلي دي حالبي بلام خداي تعالى نيوتوا فزادهم الله رجسا فزادتهم يعني فزادهم الصورة رجسا صورة رجسي وإذا فكذب دي أمرات يبي شنو صورة سببه حالبي
صورتك سببا بو اويك خداي تعالى رجسك اضافك جاء اسنادك ما بلاي سبب دعوة اما اوا دي ام جالا ليواشا امر اقل اما بينا سال اوبوالا خداي تعالى رجسك بو اضافة نكردون ليواشا انجا خداي تعالى شي اضافة كردو بو اوان او شتاني اضافة كردوا كابيبا سبب بو رجسك وقليرا زيادة تكلفة بزيادة بو زيادة مرض لماذا؟ زيارة تكليف مثلا أبيب بس أبو زيارة ريجس عايزة متواجبوي؟ بلي فاسمع شاكا ليرة دا لآياتي أولا مرزك لنفسي زيادة هين كل مجازك لنفسي زيادة كدانية لمرزك فلا إسنادي زيادة كبولا إخوة تعالى هر حقيقية برام ليواء مجازك لمرزك عاية يعني خدا مرزي زياد نكردوه بلكو اوي كزيادي كرشيبو او اشتبو كابو بسبب مرض عايزة متوجبوي؟ حاضري ايت ام جارة او اشتي كابو بسبب فت كواتا مرزك مسببة لشتي يتل ايتا ذكري مسببك كردوا سببك هنا اما او لا آيات كذا باشا قسما لسل اسنادي زادية يعني فعلك كام زادية فعلي خدايا بو نسبة دراوة ولا آياتك عايزة متواجبين؟ والله حاضرهم فاز ليوان ما بسمان شي؟ ما بسمان مجاز لمفعولة كدانية ليوان مجاز لما رو بابو ليوان مجاز لزادة دايا اعوى اشكال ميخو كواتا اولي وقت اما اسنادي زيادة من زيادة مرض عبتا زيادة مرض كمان اسناد دابو لا اخوة تعالى كأشياء زيادة تكاليف من اسناد دابو لا اخوة تعالى نزيادة مرض اوه كواتا ام زيادة مرزي كأيما إسناد من داب ولا إخوة تعالى مسببة لفعل إخوة تعالى كزيادة تكليف اوه بتواجبي كواتا لنفسي مرز لزيادة مرزكا انا لنفسي مرزكا ليه رجدا إسنادك لزيادة رجسكايا كأبو زيادة كمان نسبة دايب ولا إخوة تعالى اوش بچه مبرره بازم بويك زيادة الرجس بازم مسببة لفعل إخوة تعالى وعلي مبرر أو أبو أمره وليس كانية كزيادة نسبة من داب ولا آياتك نسبة من داب ولا إخوة تعالى يعني نسبتك تشيل إلى مجازية سنك إما ذكري سبب من كردو ومنزوم من في مسببة إسنان بلا سبب داب إسنانك بلا سبب نبلا فاعل حقيقي كأخوايا ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم أو أي كأشيتنا أو ضغيانه تداخلك من الجبن والخوري حالوي يعني جبن ترس وردابزي وريان دابزي تقريبا ببخار ببن حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة شاكا لو كاتدا كمثلا مشاهدي صلاة مسلمانان كان ومشاهدي يارمتي خلاء كان بو مسلمانان بملائكة وقذف الرعب في قلوبهم وأوا خداي تعالى ترسي خلونا وضل يانوا آوا وبي زيادتي أو خدي مرزك أو بي أي بزيادة خيمة بس شيبه أكريبا وبي زيادته تضعيفه زور كردن ودو برابر كردن أو مرزبه بما زاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء بويك اخوي فرغان وفي غمبري زوركا زياد يكا مثلا نصرتي بو زياده كا نصرت جبنان وتبسطا في البلاد وقسترشي بو زياده كا لولاتا روج روج بقال الروي اذا فأبي وشوني جورا جور فتحكا تابع كافي بيت ولي اما بريك هندو اما زوري جرانية قبل جواني تذكري